السلام عليكم. أفضل خبر حتى الآن حول سلسلة هواتف الجالكسي الاس 24، الكشف عن تفاصيل مثيرة حول سلسلة هواتف سامسونج جالكسي اس 24 مع السعر أيضا والمواصفات. لا تحتفظ الشركة الكورية سامسونج أبدا بسر، ومع هواتفها الرائدة القادمة لن تكون استثناء أيضا، مع تسريبات لا حصر لها تأتي جميعها من كوريا الجنوبية، والتي كشفت عن الكثير من التفاصيل حول مواصفات وتصميم الهواتف، بالإضافة إلى موعد الإطلاق الذي من المقرر له في 17 يناير إن شاء الله الجالكسي أنباكت 2024 في سان خوسيه بكاليفورنيا. الشركة الكورية لن ترفع أسعار سلسلة هواتف سامسونج جالكسي الاس 24، وهذا هو أفضل خبر اليوم. اليوم لن نعرض لك المزيد من الصور والتصميم ونتحدث عن المواصفات والمميزات، لأنه ظهر كل شيء في الأيام الماضية، بل سنتحدث عن أفضل وأهم خبر في تاريخ تسريبات سلسلة هواتف سامسونج جالكسي اس 24، خاصة لمعظم محبي سامسونج التي على عكس السوق يبدو أنها تخطط لعدم رفع أسعار سامسونج جالكسي اس 24 مقارنة بإطلاق RRP لسلسلة الاس 23 في بداية هذا العام 2023. ويؤكد موقع سام موبايل أيضا، وهو أنه من أجل احتواء التكاليف ستستعيد سامسونج شرائح الإكسينوس 2400 لبعض الوحدات في بعض المناطق، وبالتأكيد بالنسبة إلى جالكسي الاس 24 العادي والجالكسي اس 24 بلاس من أسواق محددة. وما تم تأكيده على الأقل هو أن جالكسي الاس 24 ألترا سيضم الكوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثالث فور جالكسي لجميع أنحاء أو في جميع أنحاء العالم. في المقابل تخبرنا كوريا الجنوبية عن أسعار الإطلاق التي ستكون عند 799 دولار كحد أدنى لطراز سامسونج جالكسي اس 24، وترتفع إلى 999 دولار لهاتف الجالكسي اس 24 بلس، وما يصل إلى 1200 دولار لإصدار الاس 24 ألترا الأكثر تميزا. ونحن نتحدث دائما عن النماذج الأساسية ذات التكوين الأدنى للذاكرة والأقل أداء بطبيعة الحال، وهذه هي بالضبط نفس الأسعار الأولية لعائلة سامسونج جالكسي اس 23 في فبراير الماضي. دعونا نتذكر، كانت هذه هي أسعار سلسلة هواتف سامسونج جالكسي اس 23 بجميع إصداراته ونماذجه. لقد كان الاس 23 8 جيجا بايت و128 ب 959 يورو، الاس 23 8 و256 جيجا بايت 1019 يورو، والاس 23 يعني الذي يأتي ب 8 جيجا بايت و512 جيجا بايت غير متوفر في الوقت الحالي، ولقد كان يعني على ما أظن أو كان سيكون ب 1100 يورو. أما بالنسبة للجالكسي الاس 23 بلس لقد كان ب 8 جيجا بايت و256 1200 يورو، والاس 23 بلس 8 جيجا بايت و512 1329 يورو. وبالنسبة للألترا الاس 24 ألترا ب 1400 و9 يورو، يعني بالنسبة لنسخة 8 و256 ونسخة 12 و512 جيجا 1589 يورو، والاس 23 ألترا قد كان أيضا كانت نسخة الـ 12 جيجا بايت والواحد تيرابايت، وهو نفسه إن شاء الله سيكون نفس السعر بالنسبة للاس 24 ألترا صاحب نسخة 1 تيرابايت، سوف يكون ب 1829 يورو، وربما تكون هناك نسخة 16 جيجا بايت وال 144 هرتز، لازلنا لا نعرف شيئا حتى الآن. وأخيرا تجدر إشارة إلى أن سامسونج لا تزال تعتقد بالفعل أن طراز الألترا سيكون الأكثر مبيعا بحصة 45%، تاركا الاس 24 بلس باعتباره الأقل قبولا 16% وأبسط الاس 24 العادي بنسبة 38%، فحتى هو لا بأس به من المبيعات التي تقدر بأنها عالية جدا ما لا يقل عن 33.2 مليون وحدة في عام 2024، 10 ملايين أكثر من الجيل الحالي. برأيكم هل تصدق تسريبات وتأتي سلسلة هواتف سامسونج جالكسي الاس 24 بنفس الأسعار ونفس يعني ليس نفس المواصفات ولكن نفس الأسعار بالنسبة لمتغيرات 8 و12 وأيضا متغيرات 256 إلى 1 تيرابايت؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.